نحتفل عيد المرأة وبمؤتمرها المكرس لدورها في عدن. إن مستوى تطور الشعوب لا يقاس بما تمتلكه من ثروة وقوة، وإنما بمستوى الدور الذي تلعبه المرأة فيها، بوصفها نواة المجتمع، وهي وحدها من يمكن لها التأثير على سلوك الفرد داخل الأسرة وكذلك داخل المجتمع. ولا يمكن لنا فهم تاريخ عدن العام من دون أن نفهم الدور الذي مثلته المرأة فيه. لقد أسهمت الظروف التي عاشتها عدن في تلك المرحلة في تشجيع المرأة للانخراط بفاعلية في المجتمع، فاتجهت إلى المدارس والمعاهد وتعلمت وتخرجت وعملت في جميع نواحي الحياة، وشقت لنفسها طريقا لم يخلو من المخاطر والمتاعب، فحققت النجاح تلو النجاح وبرزت في الكثير من المجالات والمهن. وتجاوزت المرأة في عدن دائرة النشاط الفردي إلى دائرة النشاط الأهلي وكذلك دائرة النشاط النقابي والحزبي، فأسهمت في تأسيس الجمعيات والأندية النسائية ومراكز التنمية الاجتماعية. ويمكن القول دون مبالغة أن الحركة النسائية في عدن قد سبقت الحركة الرجالية في كثير من المدن ودول المنطقة المجاورة. أننا في الوقت الذي ننظر فيه بفخر إلى ذلك التاريخ الحافل للمرأة في عدن في عهد الاحتلال البريطاني، فإننا ننظر اليوم بحسرة إلى واقع المرأة بصورة خاصة وواقع المجتمع بعدا بصورة عامة في عهد الحكم الوطني، ولأن قيمة التاريخ في دروسه وعبره، فإننا نأمل أن يسهم مؤتمرنا هذا في استخلاص الدروس والعبر من الماضي والدفع بالمرأة بشكل خاص وبالمجتمع بشكل عام لاستنهاض قدراته الذاتية نحو وتحويلها إلى أفعال إيجابية خلاقة، كما نأمل أن تستقر أوضاع البلاد وأن تحظى مدينة عدن بإدارة وطنية ناجحة تساعدها على السعادة ولو جزء من مدنيتها وحيويتها ومجدها. أكرر ترحيبي بالجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لمدير المركز الزميل دكتور محمود السالمي. اليوم يوم نسائي بامتياز، ففيه نحتفل بمناسبة عالمية هي عيد المرأة العالمي، وفيه كرس مؤتمرنا هذا لدور المرأة في عدن في مرحلة ما قبل الاستقلال. ونستمع الآن أيضا إلى كلمة مركز المرأة في جامعة عدن، إلى كلمة مديرته القديرة الدكتورة هدى علي علوي. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي، ستكون المساحة المتاحة لكلمتي محدودة. سنترك للمرأة أن تعبر عن نفسها وأن يصل صوتها من خلال أوراق عمل متنوعة ومداخلات نوعية خلال جلسات وفعاليات هذا المؤتمر. تحية للحضور النوعي الكريم، الأستاذ الدكتور الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن. تحية للرجال المحتشدين خلف قضايا النساء والمناصرين لدعم ثقافة احترام حقوق المرأة. تحية للمرأة أينما كانت، النساء الصامدات المكافحات الثابتات في عدن وفي الجنوب واليمن والعالم بوجه عام. نحييكم جميعا خير وأفضل تحية. 8 مارس هذا اليوم الذي يخفق في الذاكرة بمآثر بطولية للنساء منذ العام 1910 في مواجهة العنف النوعي أو التمييز ضد بسبب النوع الاجتماعي، في مواجهة اللاإنصاف منذ المناضلة الألمانية كلارا كيتزن، هذه الرائدة النسوية التي أعلنت 8 مارس
كيوم يجب أن يحتفى به برمزية لتجسيد الأمل في القضاء على الفجوة وإصلاح الخلل في العلاقات الإنسانية بين الرجال والنساء. الاستقلال هو إعادة إحياء للذاكرة وإعادة اعتبار لهذه المرحلة الذهبية المشعة بالإنجازات، وهي تستلهم بصمة الأمهات والجدات الماجدات ومصدر إلهام للنساء في عدن وفي اليمن والمنطقة بشكل عام. الأخوات والإخوة الحاضرون جميعاً، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واسمحوا لي في هذا اليوم، اليوم العالمي للمرأة، يوم 8 مارس، أن نهني كل نساء العالم بشكل عام ونساء اليمن بالذات ونساء عدن تحيات خاصة، ونقول لهم هذا اليوم، وليس هذا اليوم فقط 8 مارس، ولكن أنا أعتقد وأنا سميته العام الماضي أنه شهر مارس أيضا هو شهر المرأة بشكل عام، بل السنة بكلها هي للمرأة. يوم 8 مارس، يوم 21 مارس بيطل بعد أسبوعين أيضا هو يوم الأم، وأعياد أيضا بداية فصل الربيع الذي هو أيضا مرتبط بالمرأة. أيضا بتحدث بنقول للأخوان في مركز عدن للدراسات مشوار طيب ومتزن بدأوا، وشرفا لجامعة عدن أن تكون أيضا مساهمة ومشاركة في فعاليات المركز. اختيار اليوم يوم 8 مارس وأيضا الحقبة التاريخية التي اختاروها الزملاء على دراسة أو مؤتمر المرأة في هذه الفترة ما قبل الاستقلال الوطني، أيضا فترة من فترات التي نعتز بدور المرأة فيها. دور المرأة لا يقتصر على دورها النضالي فقط، ولكن أيضا على دورها التربوي، على دورها التنشئة الجيل الذي هو ينبع من المرأة. للأسف دائما التركيز يكون المرأة فلانة أو فلان، والله كان لها دور كذا، ونحصر دور المرأة في شخص أو غيره. لكن أنا أعتقد أن دور المرأة هو دور عام ودور أساسي، حتى عندما ازدهر الأدب وغيره هو ارتبط بالمرأة، وكثير من الشعراء الذين أثروا الشعر العربي ارتبطت أسماءهم بالمرأة، كثير عزة وقيس وليلى وغيرهم، وهذه الجميل بثينة، فكلها مرتبطة بالمرأة. فدائما المرأة هي في المقدمة. نحن من جانب العملي هو أيضا ننتزع فرصة ونقول ما هو دور المرأة في جامعة عدن، ونحن قلنا أنه يجب أن تتبوأ المرأة في مواقع، سواء كانت في رؤساء الأقسام، في المراكز، في الكليات، وهذا هو الدور الذي ممكن أن نناط بالمرأة في عملها المستقبلي، خاصة أن دائما تركيزنا هو في الجانب الأكاديمي. وأقولها صراحة أنه كثير من المواقع التي تتبوأها المرأة تكون مراكز ناجحة أو كليات أو غيرها. في الشكر الجزيل للمرأة اليمنية، للمرأة العدنية في يومها هذا. تحياتي لكم في قيادة المركز، والسلام عليكم ورحمة الله. وظل غياب هذا الحق للمرأة العدنية منتقصا من قبل الإدارة البريطانية، اقتضى الحرص في تجنب الفصل في القضايا ذات الصلة بالشريعة الإسلامية أو القضايا الخلافية بين المسلمين. وفي الوقت ذاته أفضل بحث في موضوع هذه الورقة التي تعد هي الأولى من حيث الموضوع وتعرض لأول مرة
في هذه الندوة العلمية بعد كتاب الدكتورة إسمهان العرفي المعنون بالأوضاع المرأة اليمنية في ظل الإدارة البريطانية من عام 37 إلى 67 900 ألف، حيث شكلت هذه التجربة القانونية التي خضعت لها عدن إبان الإدارة البريطانية على تقبل العمل وفق النظام والقانون، كما ساعدت في توسعة مجال الالتحاق بالدراسات الجامعية والعليا والوظيفة العامة فيما بعد ذلك لدى الدوائر ذات الطابع القانوني. إن المرأة العدنية وقضاياها في عدن وحتى العام 67 من القرن الماضي ظلت تراوح بين اتجاهين، المرأة بوصفها الأم والزوجة التي لا يتعدى دورها حدود منزلها وما يقتضيه من شؤون أسرية عليها القيام بها في ظل قيود مجتمعية تقرب المرأة إن تعدت تلك الوظيفة. إن احتضان عدن لمؤتمر المرأة في عدن الذي يتزامن مع الاحتفالات الإنسانية بالعيد العالمي للمرأة هو رغم تعقيدات الواقع ورغم تداعيات المشهد الصعب، وإلا أن هذا تأكيد على العلامة الفارقة على حضور المرأة دائما كبصمة وكعلامة في المشهد وكرسولة أو كرسول للسلام. الحقيقة أن هذا المؤتمر يستدعي الذاكرة الحية والنابضة في محاولة لإعادة إحيائها واستلهام المرأة اليوم لمنجزات الأمهات والجدات الماجدات اللائي صنعنا تاريخ مشع بالعطاءات والإنجازات. إن جلسات هذا المؤتمر بمحاوره الأربعة تحاول تسليط الضوء على كثير من الزوايا المضيئة في تاريخ المرأة في عدن خلال هذه الحقبة، بهدف المقاربة بين الماضي والحاضر وفي طريقنا لبناء مستقبل سوي ومدني ومتكافئ بين الرجال والنساء بعيد عن سلط المفاهيم القديمة والجامدة والمعلبة بشأن النظر إلى الرجل باعتباره العدو أو الجلاد والمرأة كونها هي الضحية. نتمنى الفعاليات هذا المؤتمر أن يحقق أهدافه المنشودة من خلال منح المرأة مساحة كافية للتعبير عن نفسها وعن تاريخها وعن قراءتها واستشرافها للمستقبل. يأتي انعقاد هذا المؤتمر هذا اليوم تتويجا لنشاط عام كامل، واختير لهذا الموضوع عنوان دور المرأة في عدن في مرحلة ما قبل الاستقلال الوطني، انطلاقا من الدور التنويري والإشعاعي الذي مثلته عدن على مدى العقود الماضية التي سبقت الاستقلال الوطني. وجاء انعقاد هذا المؤتمر في هذا اليوم المرتبط بعيد المرأة العالمية كتحية واحتفاء وتقدير لمكانة المرأة في بلادنا التي نتمنى أن تستعيد أمجاد النساء من الرعيل الأول التي برزنا في المجتمع العدني وكنا رائدات في المجالات المختلفة. نثق أن مركز عدن للدراسات والبحوث التاريخية الذي يهتم بالشأن التاريخي والتوثيقي سيواصل دوره العلمي في انعقاد مؤتمرات وندوات قادمة تستعرض الكثير من جوانب تاريخنا التي ما زالت بكرا لم تتعرض لها الدراسات والبحوث التاريخية، وبما في ذلك دور المرأة ومكانتها الذي يتشرف عدن أن يكون مؤتمره العلمي الأول مكرسا لذلك الدور. اليوم نحضر في 8 مارس هو هذا الحلو أو الشيء الجميل أن يتم المؤتمر هذا في هذا اليوم المرأة العالمي لإبراز دور المرأة العدنية ما قبل الاستقلال الوطني. المرأة العدنية ما قبل الاستقلال الوطني كان له دور كبير وفعال، دور اجتماعي، دور وطني، ولا زالت فالمشاركة المجتمعية للمرأة ما زالت مستمرة إلى الآن ولم تكن في السابق واختفت رغم ما نعيشه في محافظة عدن، لكن نرى الحماس، نرى الإصرار من النساء وما زالت المرأة مشاركة بقوة.